ومرحب بكم في لقاء خاص جدا عبر نادي الاعترافات لنتحاور في مسألة هي من صميم مكونات الوجدان السوداني. فالسودانيون يعشقون الشعر ويحبون الفن ويغدرون الأدباء والفنانين. شعرنا السوداني ملأ الآفاق وتعرف عليه كل أهل الأرض بلغات شتى، وبخاصة لغة الضاد، اللغة العربية الفصحى، ولدينا أيضا اللغة العامية في السودان. بيد أن الشاعر العراقية المعروفة نازك الملائكة حينما سئلت عن أجمل بيت شعر قرأته في حياتها قالت: أنا لم أقرأ أجمل وأبلغ من بيت للشاعر السوداني الكبير إدريس جماع: أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. بيد أن الشاعر العراقية لو أنها استرسلت في قراءة هذه القصيدة لرأت عجبا. كلم عهودا في الصبا واسأل عهودا كيف كنا، كم بالطهارة سمحت، كم باللقاء سمحت لنا، كم بالطهارة ظللتنا، ذهب الصبا بعهوده ليت الطفولة عودتنا. نريد اليوم في هذا اللقاء الخاص جدا والمفعم بالأدب وبالشعر وبأسرار الأدب والشعر والفن، بل وباعترافات مهمة لا أعتقد أنها ستكون من ضيفي فقط، وإنما أيضا اعترافات تخدم الواقع الأدبي والشعري في السودان، وتخدم هذا التاريخ الأبيض الناصع المشرف للأدب وللفن السوداني. معي في الاستوديو الشاعر الكبير محجوب سراج، وهو شاعر معروف قدم للمكتبة العربية وللشعر السوداني الكثير والكثير والكثير مما يحفظه السودانيون عن ظهر قلب. تغنى بشعره الكثيرون من الفنانين الكبار، لا أريد أن أذكر فنانا بعينه، ولا أريد أن أتحدث عن الشعراء السودانيين بأسمائهم حتى لا أنسى أي هرم من هذه الإهرامات الكبيرة. يسرني جدا بل ويسعدني أن يكون معي في نادي الاعترافات اليوم الأستاذ الكبير محجوب سراج. مرحب بك أستاذ محجوب في نادي الاعترافات. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا أستاذ. نحن عاوزين نعرف متى كتبت أول قصيدة في حياتك، ما اسمها، ما عنوانها، ومتى كانت؟ والله في الستينيات. نعم. 1960. نعم. وقد كانت القصيدة هي أحسن وادع كنت ودعني. نعم. ما دام حبك حيضيعني. نعم. أنا غررت خلاص انساك. نعم. أتوب من حبك وامحى هواك، ولو الأحلام جمعتني معاك أفضل ساهر أعذب جفني. حبك نار والنار في عيونك، لو أتمكن يوم حاخونك، لأنك أنت بترعى ظنونك وتنسى آرامي وتعرض عني، أحسن وادعك وتودعني. من الذي تغنى بهذه الأبيات الجميلة؟ الفنان صلاح مصطفى. الفنان صلاح مصطفى، تحية للفنان الكبير صلاح مصطفى، وهو صاحب رصيد وافر من الأغاني الجميلة ومن الأغاني المؤثرة التي يحفظها السودانيون ويعرفونها جيدا. كم عدد القصائد التي كتبتها منذ أن بدأت تكتب الشعر وحتى الآن؟ والله عدد القصائد لا يقل عن 100 أو أكثر من 100 قصيدة. نعم. غنائية، ولكنني فقدت الكراسة المدونة فيه في هذه القصائد في المجلس القومي للثقافة والأداب والفنون. نعم. من أبرز من تقن لك من الفنانين الكبار؟ والله صلاح مصطفى
نعم لكثرة ما غنى لي من الأغاني. نعم ومن بعده صلاح بن البادية وإبراهيم عوض وعثمان حسين. وعثمان حسين وأحمد الجابري. نعم 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 إهرامات كبيرة وفنانين عظام، رحم الله من توفي منهم وأمد الله أيام من بقي منهم على قيد الحياة. أنا أريد منك اعترافا للتاريخ يا أستاذ محجوب. نعم طبعا بالضرورة تكون للشاعر ملهمة، هناك ملهمة يكتب الشاعر لها هذه الأبيات. هل هناك ملهمة محددة في تاريخك الفني أم أن الشعر عندك شعر مصنوع؟ والله ما شعر مصنوع، في ملهمة للشعري ولكني لا أقول من هي. لا تستطيع، ونحن لا نرغب، لا نرغب أن نعرف من هي، ولكن يقيني أن بيئة حي العرب وبيئة المسالمة كانتا مجال، يعني وفرتا مجالا واسعا، باعتبار أن منطقة حي العرب يسكنها الكثير من الشعراء والفنانين، ومنطقة المسالمة المتاخمة لمنطقة حي العرب كانت أيضا، أعتقد أنها كانت ملهمة لك لكي تكتب هذا الشعر. والله أنا كتبت هذا الشعر وأنا موظف في الإدارة المركزية للكهرباء والمياه. نعم. وكانت الملهمة زميلة لي في العمل. نعم. أحسست نحوها بعاطفة قلبية. نعم. وبدأت أكتب فيها الشعر. هذا الشعر. نعم. طيب يا أستاذ محجوب، أكيد أنت من خلال متابعتك للفن والأدب على نطاق واسع وصل أو يعني نما لعلمك أن هناك متفننة، ولا أقول فنانة، اسمها نانسي عجرم، قالت إنها لا تقرأ الشعر السوداني لأنها لا تفهم كلام السودانيين. ماذا تقول لهذه، أنا أقول المتفننة، لأننا نحن أيضا في السودان لا نحترم الفن الذي يقوم على الابتذال، أخاصمك أسيبك لا مش عارف، هذا النوع من الشعر الهابط لا نسمعه ولا نتذوقه. ما هو تعليقك على يعني هذه الخطرفة التي قالت بها نانسي عجرم أنها لا تتذوق الشعر السوداني لأنها لا تفهم لغة السودانيين؟ هيا هذا ما وددت أن أقوله، إنها لا تفهم اللهجة السودانية، ولو أن اللهجة السودانية العامية أغرب إلى اللغة العربية من أي لغة أخرى. نعم نعم أنا أعتقد أنها لو أنها عادت النظر في حديثها يعني الغريب والعجيب هذا لقرأت لشعراء سودانيين كبار. على سبيل المثال هناك الأغنية المشهورة غدا ألغاك التي تغنت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم للشاعر السوداني الكبير الهادي آدم. نعم. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر. هذا الشعر الرصين الجميل يعني ملأ آفاق العالم كله، بل تغنت به سيدة الغناء العربي. أيوة. أستاذ محجوب، أنا أيضا أريد أن أذهب معك إلى نقطة أخرى. أريد منك حديثا صريحا وشفافا في هذا الجانب. كيف تعيش أنت الآن وأنت شاعر كبير؟ من أين تأكل ومن أين تشرب؟ والله أنا أعمل ولكن ابني يعمل. نعم نعم ونحمد أنت الله. أنت غني بالشعر وغني بالأدب وغني بالتاريخ. أيوة. الجهات الرسمية مثل وزارة الثقافة، اتحاد الأدباء، اتحاد الفنانين، هل يوليك أي اهتمام؟ والله لا يأتيني منهم أحد إطلاقا، ولكنني أعيش على المعاشات. نعم. معاشي مبلغ محترم. نعم. يربو على 400,000 جنيه. نعم. وعندي جزء من منزلي. نعم. مؤجر. نعم. 380,000 جنيه. نعم. وعندي صديقي اسمه علاء الدين خالد إبراهيم النطبعجي.
نعم يعطيني شهريا 100,000 جنيه يا سلام. مساعدة منه. يا سلام، ولكني سمعت أن المعاش الذي خصص لك قد تم إيقافه. لا، لم يوقف. نعم، مستمر هذا المعاش. مستمر هذا المعاش. نعم، ولكن هو نزر بسيط يسير بعض أمور الحياة. أي نعم. نعم، لديك قصة مشهورة وهي قصة الركشة والحراسة والمشكلة اللي حصلت، ما هي هذه القصة؟ قصة ماذا؟ ركشة، كان عندك ركشة حصل لها حادث وتكسرت وما إلى ذلك. أيوة. ما هي القصة؟ والله الركشة لم تتكسر، الركشة تم بيعها. لماذا؟ لأن زوجة ابني السابقة طلبت مني أن أصرح لها ببيع الركشة لأنها مسافرة إلى السعودية. نعم. لإنهاء بعض المهام التي تعود لها بالفائدة. نعم. وبيع منزل كان عمارة لها في السعودية، قررت أن تذهب لتبيعه لتكون على حال ميسرة مالية. نعم. أستاذ محجوب، هل لا زلت تكتب الشعر الآن؟ أي نعم. طيب، أكيد عندك قصيدة رومانسية جديدة. نعم؟ نعم. ممكن تدينا منها ما عنوانها؟ ولو تكرمت بعض مقاطع هذه القصيدة. القصيدة باللغة العربية الفصحى. الفصحى. نعم. اسمها سعد الأنفال. نعم. يا سعد أنفال اشتياقي لوعتي، هذا الفراق أضاعني وحياتي، صارت كترياق أعب كؤوسه، من الشفاء فأكسرت علاتي، ما كان مشعال الحقيقة في الضحى، أضواؤه تندس في العبرات، عبرت قلاع العاشقين ومركبي، حضنته في ليل العذاب عناكب الموجات. يا سفر عرجون قديم في دمي، سر الرجاء يعيش في النظرات، والحب عرق الماء في جوف الثرى، مثل الضمير يبدد الظلمات. نعم، هذه قصيدة ربما لأول مرة تظهر في الإعلام. نحن من هنا عبر برنامج نادي الاعترافات نهدي هذه الأبيات الجميلة لمشاهدي قناة أم درمان، قناة الحرية والجمال، ولمشاهدي نادي الاعترافات. نبعث بهذه الكلمات الرصينة للفنانين الكبار أن يغتنموا هذه الفرصة ويقوم بتلحين وأداء هذه الأبيات الجميلة. أرجو ذلك. نعم، أرجو ذلك بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. لم يتصل بك أي فنان حتى يعني يأخذ منك هذه القصيدة؟ لم يتصل بي. إن شاء الله عبر هذا البرنامج تكون هذه القصيدة قد انتشرت وعرفت، ومن بعد ذلك يحضر أحد الفنانين الكبار كي يتغنى بهذه الأبيات الجميلة إن شاء الله. أستاذ محجوب، ونحن أيضا حتى لا ننغمس في هذا الكلام الجميل، نحن في برنامج نادي الاعترافات نريد منك حديثا صريحا جدا، أن الأستاذ محجوب سراج بعد أن يعني طاف بالسودانيين في الشعر الغزلي الرصين الجميل المؤثر الحزين، ولكن أنت الآن بحسب ما علمت أصبحت تكتب شعرا، أو اتجهت بشعرك إلى النواحي العاطفية، أي إلى النواحي الصوفية المتدينة. أنا علمت أن لك قصيدة جديدة أيضا في مدح المصطفى، هل هذا الكلام صحيح؟ والله أبدا، أنا لم أقم بكتابة المدايح. لديك قصيدة فيها شيء من التصوف؟ والله لا أعتقد. نعم. طيب، بجانب هذه القصيدة العاطفية، هل كتبت قصيدة أخرى في المرحلة الماضية؟ نعم، كتبت الناتية الطاهرة البتول، من روحي لروحك رسول. نعم. من معركة حبك لقيت أشواقي قد عادت فلول، لكني ما بيأس ولا بتمنى حالي البي يزول، فالحب إذا انتشر انتهى، لكنه بالكتمان يطول، إن كنت بقدر حبي لك
أخفيه عن نفسي وأقول لو أبعدك مني الدلال أخشاها أن تصبح عذول. يا آية ساحرة من الجمال دمع العيون دائما هطول، بسري ما حد سزول أخفيته في قلبي الخجول. ترى النجوم قمر السما وأنا في انتظار شمس الحلول. نعم، قصيدة جميلة. جنة هواك يا حبي الرزين، يا ربي لمتين الوصول. وخوفي من حكم الغدر يبغيني في هذا العزول، يتركني في هذا العزول. يا سلام، قصيدة جميلة جدا. هل لا زالت إذن لا زالت هناك ملهمة تلهمك كي تكتب الشعر؟ أي والله لا أنساها غط طبعا. هل كل هذه القصائد الجميلة لملهمة واحدة؟ أيوة، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وحتى الآن أنت إذن تعترف بأنه يعني كل هذه القصائد لملهمة واحدة وليس أكثر. نعم نعم، هذا نوع من الوفاء التاريخي العظيم والمؤثر أيضا في ذات العاطفي. نعم العاطفي، نعم المؤثر والجميل. الولاء والعاطفي. نعم نعم يا أستاذ محجوب، أنت أيضا يعني كتبت أو رصدت لك قصائد تاريخية سياسية مشهورة جدا، كم عدد القصائد السياسية التي كتبتها؟ والله أنا ما أكتب قصائد سياسية كثيرة غير قصيدة في 21 من شهر أكتوبر. نعم الشعب هب وسار، نعم أشعلها نار في نار، هدم حصون الشرق. من الذي تغنى بها؟ الفنان صلاح مصطفى. الفنان أيضا صلاح مصطفى. الفنان صلاح مصطفى، أيضا نحيي مرة أخرى الفنان الهرم صلاح مصطفى. نحن الآن نريد أيضا أن نخصص اعترافات عبر هذا اللقاء المهم جدا والمؤثر لقصائد كبيرة وقصائد محفورة في الوجدان السوداني تقن بها عظماء. أبدأ معك بقصيدة ليه بتسأل عني تاني بعد ما شلت الأماني. هذه القصيدة لها قصة، وقصة كبيرة وقصة مؤثرة جدا. نحن سنستمع إلى هذه الأغنية أو إلى مقاطع من هذه الأغنية، سنستمع لها معا كي نكتر الذكريات الجميلة ومن ثم تروي لنا باختصار قصة هذه الأغنية. Thank you.
عني تاني 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 بعد ما شلت الأماني. ليه تسأل عني تاني 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 بعد ما شلت الأماني. ورحت خليلي في الزماني رحت خليلي في الزماني كنت عارفه علي جاني. إذن أستاذ محجوب، بعد أن استمعنا إلى مقطع من الأغنية المؤثرة للفنان الذري إبراهيم عوض ليه بتسأل عني تاني بعد ما شلت الأماني رحت خليتني زماني. نعم. وإنت عارف علي جاني. نعم. لو بتفتكر الليالي الداوي غلبي. نعم. ولا تاني ترجع الأفراح لقلبي. نعم. إنت واهم يا حبيبي دي الليالي أمر علي ودموعي في عينيا وكل لحظة تمر عليه بتنقص الأيام شوية وتطفي شمعاتي القليلة وأفضل أبكي وأقول حيلة وفي الدموع أنا كل ليلة بدفي نشواقي وحناني. القصة بتاعت هذه الأغنية ما هي هذه القصة؟ زميلة كانت في المسرح محل العمل. نعم. وكنت أحمل لها حبا كبيرا فلما تزوجت لم أسب حضور زواجها فسألت قالت لماذا لم يحضر محجوب. لما أخبروني قالوا لي أن فلانة سألت قالت لماذا محجوب لم يحضر لزواجي كتبت هذه الأغنية. هي ذات الشخصية. أيوة. الملهمة لكل شعرك. أيوة. نعم. هل تذكر كيف اختار الأستاذ إبراهيم عوض الأستاذ الراحل الكبير إبراهيم عوض هذه الأغنية؟ والله هذه الأغنية أنا أعطيتها للسن الضوي الملحن. نعم. فقام بتلحينها وذهبنا إلى إبراهيم عوض قدمناها له فتقبلها هي. ومن قساك من قص قلبك إلى الأغنية الثالثة قاصدني ومخليني وراخصني ومغليني يا قلبي معذبني في حب الإهراميني. نعم. ما هو شعورك وأنت استمعت الآن إلى هذه الأغنية؟ هل رجعت بك إلى عقود من الزمان؟ هل أحيت داخلك أشجان قديمة؟ طبعا بالطبع ذكرتني بالكلمات بالمشاعر الطيبة التي كنت أكنها وبالمحبوب الجميل التي كنت أعشقها. نعم. إذن هذه الأغنية الخالدة التي تغنى بها الفنان الذري الكبير عليه رحمة الله إبراهيم عوض هي من الأغاني المسموعة ومن الأغاني التي يتغنى بها الكثير جدا من فناني ومن شباب الفن في هذه الأيام. أي نعم. هل هؤلاء الشباب الذين يتغنوا بأغانيك الجميلة هل يتصل بك أحد؟ هل يحضر إليك أحد هؤلاء الشباب في المنزل؟ والله لا يحضر إلي، فأنا أسكن في مكان بعيد، أسكن في الحارة 55 مدينة الثورة وهي في مكان بعيد. بعد ود نباوي كنت تعرف ود نباوي. نعم. شرق ود نباوي كثيرا. نعم. أيوة. من هنا نحن نقول للفنانين الشباب الذين يتغنوا بالأغاني الخالدة ليه بتسأل عني تاني وغيرها من أغاني من أبيات شعر الشاعر الكبير محجوب سراج عليهم أن يعلموا ويعرفوا أن الشاعر الكبير أمد الله في أيامه يحتاج إلى دفعة معنوية، لا أحد يحتاج إلى شخص آخر، فالأرزاق بيد الله. نعم. ولكن هذا الهرم الموجود في أم درمان يجب أن يقوم الفنانون الشباب والفنانون الكبار بزيارته حتى يردوا له جزءا من الجميل الذي قدمه للأدب السوداني. أيضا يا أستاذ، ونحن في نادي الاعترافات نريد منك أن تعلق على أغنية أيضا مشهورة ومعروفة تغنى بها الهرم الكبير عثمان حسين
وهي أغنية أحبك بحبك لما لا نهاية. نعم. ما هي قصة هذه الأغنية؟ نريد اعترافا بقصة. كنا بمنزل الفنان عثمان حسين. نعم. وكان بعض الزملاء يجلسون ويتسامرون، وجلس جنبي الفنان عثمان حسين وقال إن عنده لحن لم تجز كلماته، فعزف اللحن. لما استمعت إلى اللحن كتبت أحبك أحبك لما لا نهاية، وغنيك حنيني وشوقي وهواي، لأنك حبيبي وغاية رجايا. زرعنا المحبة رميناها شوقنا، وعايشين نأمل تقوم ترمي فوقنا، نسير في ضراها نسير لشروقنا، نتوج حياتنا. نعم. بأسعد نهاية. هي لذات الملهمة. نحن سنستمع لهذه الأغنية. أستاذ محجوب سراج، لا ندري هل نبكي على الزمن الجميل أم نبكي على عثمان حسين الذي سكن في قلوب السودانيين في قلوبهم جميعا بهذا اللحن المميز وبهذا الأداء العظيم وبهذه الكلمات الرصينة. نحن اليوم في هذه الحلقة نحيي الفنان الهرم الراحل عثمان حسين، ولعل المشاهدين يكونوا قد رجعوا سنوات جميلة وسنوات عظيمة من خلال هذه الأغنية الجميلة المؤثرة. أنت ذكرت لي أن قصة هذه الأغنية أنك قدمتها للأستاذ عثمان حسين من خلال زيارة قمت بها للراحل الكبير في منزله، ولكن أيضا ومن خلال الاعترافات التي تدلي بها في هذا البرنامج، هل الملهمة لهذه القصيدة هي ذات الملهمة للقصائد السابقة؟ نعم، ذات الملهمة. نعم. هذا وفاء كبير ووفاء عظيم أستاذنا محجوب السراج. أنا أيضا عندي، نعم، وعندي أغنية. نعم. تقول هواك. نعم. هواك عنك شغلني كثير، ولا بينك وبيني كتير، ولا عندك معاي تذكار غريب سحرك علي يا أمير. نعم. بأنوار الأمل ضويت طريقي على المدى الساجي، وغليت الأمان حرير وكان الصبر نساجي، خلاص ما عدت أجري وراك، ولا علمت العيون تنساك، وأصبح شغلي ما عينيك ولا سحر الشباب فيك. يا سلام. ولكن جميلة. يا حبيبي هواك. نعم. لأنك زي ما بتقدر. نعم. تغير من مصيرك شيء، رضيت تسهر ليالي الشوق وضحي بكل غالي علي. قصيدة جميلة. حياتي وأجمل أيامي. نعم. شبابي وكل أحلامي، وأقول بعدك كفاية علي، أعيش في معبدك راهب. يا سلام. وتوف في عالم لا شيء. يا سلام. يا سلام. يا سلام. قصيدة جميلة وأيضا فيها إشارات رومانسية عميقة ومؤثرة جدا. ولكن يا أستاذ أنا أيضا أريدك أن تتذكر، وأنا أعلم أن لك قصيدة أيضا تقوم على البعد الصوفي والمتصوف، هل تذكرت هذه القصيدة؟ والله لما أكتب في الصوفية أنا قصائد. نعم. ولكن لديك، أنا علمت بأن لديك قصيدة جديدة فيها هذا النوع من الشعر. مثلا القصيدة بتقول شنو؟ أنا لا أذكر الأبيات، ولكن أعتقد أن لك قصيدة بهذا المعنى. قبل قليل حاول أحد الأبناء أن يذكرك هذه القصيدة. والله أرجو ذلك. إن شاء الله سنتحدث عنها في المستقبل بإذن الله تعالى. طيب أستاذ محجوب سراج، أيضا لك أغنية مشهورة جدا يحفظها السودانيون تماما للفنان الكبير صلاح مصطفى، وهي أغنية بعد الغياب. قبل أن نتحدث عن قصة هذه الأغنية، أنا أريد منك وأنت الآن تغيم كل تاريخك الأدبي من هذا الكم الجميل من القصائد التي كتبتها أنت، ما هي أجمل قصيدة تعتز أنت بها من كل هذه القصائد؟ كل الشعر أنا أعتز به. أجمل قصيدة لها مكانة خاصة في وجدانك؟
والله كل شعري له مكانة خاصة في وجداني، ولا أفضل قصيدة على الأخرى. ما في قصيدة معينة متميزة على الأخرى؟ نعم. ما بتشعر أحيانا بأنه في قصيدة يعني يعني أنت كان بإمكانك أن تكتبها بشكل أجمل مما كتبته؟ والله كل ما كتبت أنا من الأغاني لم أكن أفتكر أعتقد أنني قد قصرت في الكتابة أو أتيت بأشياء غريبة على الغناء. نعم، الطابع المشترك للقصائد أنها حزينة، بها شجن وبها حزن، ما هو السبب؟ لأن نابع من أنني كل من كتبت لهم هذه القصائد فقدتهم وفارقتهم. نعم، أيوة. أنا عاوز أمشي بك لحتة تانية. أنت شقيق الفنان الكبير الممثل الغدير محمود سراج نعم. والدبكبورة، ابن عمي. هو ابن عمك، هو أيوة. ابن عمك، وكنتم أو عشتم مع بعض في منطقة واحدة. نعم. طيب كيف وصلك خبر وفاة محمود سراج؟ والله حزنت حزنا شديدا وقد كنت أعمى، وغادني ابني إلى منزل العزاء فعزيت فيه. نعم. طيب أستاذ محجوب سراج، نريد أيضا اعترافا صريحا وواضحا لقصة أغنية بعد الغياب للفنان الكبير صلاح مصطفى، ولكن أيضا يعني من خلال هذا اللقاء أنا أحيي الفنان الحرم الفنان الكبير صلاح مصطفى. أريد منك يعني توصيف دقيق لقصة أو اعتراف لقصة هذه الأغنية. والله أنا كنت في المكتب بالإدارة المركزية وذهبنا إلى النادي حيث نتناول وجبة الإفطار، فوجدت الباب مغلقا فغرعت الباب، فجاءت الحبيبة التي أعزها أنا وأقدرها وفتحت الباب. فتح هذا الباب كنت أعتبرها أنها عادت بعد غياب، نعم، فكتبت هذه وكتبتها القصيدة بعد الغياب. بعد الغياب عاد الحبيب المنتظر. عودا حميدا مستطاب، يا للهوى يا للشباب يا للدعاء المستجاب. مستجاب. ما رأيك يا أستاذ محجوب سراج في الشعر الحالي، الشعر الغنائي في هذه الأيام؟ والله جميل، ولكن هناك شعر غنائي لا يرغى إلى المستوى اللي كنا نكتب نحن به، فقد برز شعراء جدد ولكن شعرهم هابط إلى حد كبير. نعم، هل أتى يأتي إليك بعض الفنانين الشباب كي يأخذوا منك شعرا؟ لا يأتون إلي. إذا أتى إليك أحد الفنانين الشباب وأنت تعرف أن بعضهم يتغنى بأغاني ركيكة وهابطة، هل من السهل تعطيه قصيدة؟ من السهل أن أعطيه قصيدة بكل سرور إذا جاءني وطلب مني. ولكن بالضرورة ستقدم نصيحة لهذا الشاب بأن يبتعد عن الفن الركيك. أيوة نعم حقيقة. نعم. طيب أنا أيضا أريد أن أعود بك قليلا إلى الوراء. نما لعلمي أنك يعني عاتب أو غاضب. نعم، نحن سنواصل في هذا الجانب. مرحبا بك المشاهد الكريم، ومرحبا بضيفي الأستاذ الشاعر الكبير محجوب سراج. نواصل في منقطع من حديث حول مسيرة وسيرة الأستاذ الكبير محجوب سراج. أنا لدي أيضا أنك عاتب على بعض الجهات مثل اتحاد الفنانين، يعني اتحاد الفنانين لا يلتقيك ولا يتصل بك. لا يلتقوني ولا يتصلوا بي، وأنا حزين من أجل ذلك. نعم، إن طلبنا منك أن تبعث برسالة إلى اتحاد الفنانين ماذا تقول لهم؟ أقول لهم لماذا لا تأتون إلي، ولماذا لا يأتي إلي الفنانون الجدد الناشئين لكي أعطيهم قصائد يتغنون بها. أنا مستعد كل الاستعداد وفي انتظاركم. وأنت رجل متجرد، لا تكتب الشعر من أجل المال؟ لا. اعتراف تاريخي أيضا، قصائدك القديمة التي قدمتها للفنانين الكبار، يعني هل كانت مقابل مبالغ مادية ولا كانت من أجل يعني تزكية وتشكيل إضافة للفن السوداني؟
كانت من أجل تزكية وتشكيل الفن السوداني، أعطيته مغاني ولم يعطيني منهم أحدا مليما واحدا نهائيا. نهائيا. نعم، أنت الذي يقدم لك المكافأة هو الشعب السوداني العظيم، حيث يحفظ هذه الأغاني ويتغنى بها ويقدرها جيدا بإذن الله. نعم، اتحاد الأدباء السودانيين، يعني أنت أيضا عاتب عليه، هل يأتي أي شخص من الكتاب أو من الشعراء أو من اتحاد الشعراء السودانيين؟ لم يأتي إلي أي منهم نهائيا. نهائيا، لا ولا يتصلوا بك ولا يعرفون، ولا يتصلون بي، منزلي بعيد ولا يعرفونني ولا أقدم. وعدني قبلهم أن بعضهم قدم علي بعضا من المال، ولكنه عيته الطريقة التي يصل بها إلي لتقديم المال الذي قدمه لي بعض الفنانين والشعراء. نعم، أيضا حسب علمي أن وزارة الإعلام أو وزارة الثقافة كانت قد خصصت معاشا وهو مبلغ 1,000,000 جنيه، ولكن للأسف الشديد قيل إن هذا المبلغ قد أوقف. تم إيقافه لما تغير الأمين للجهة المالية. يعني الآن ليس هناك معاش يقدم لك، يعني هو في الواقع هذا النوع من الدعم يعتبر رد للجميل. أيوة، ويعتبر يعني وفاء بسيط جدا حقيقة لما قدمته أنت للأدب. أيوة، وللشعر السوداني. كنت أحصل عليه شهريا، ولكن لما تغير الأمين للهيئة العمومية للثقافة تم إيقاف هذا الدعم. نعم، من من الأصدقاء القدامى هو على اتصال وتواصل معك؟ والله لا أحد، لكن الأستاذ سيف الدسوقي أحيانا كان يأتي إلي ونقضي بعض الوقت نتشاور، يعرض علي بعض قصائده وأعرض عليه بعض قصائدي ونستانس، فأحمل له كل الشكر والتقدير والاعتبار. نعم، من هنا نحن نحيي الأستاذ الكبير سيف الدين الدسوقي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية. آمين. أنا يعني برضو عاوز اعتراف في هذا الجانب، يعني هل كانت هناك غيرة بين الشعراء في ذلك الزمان؟ غيرة، يعني الغيرة ممكن تكون جزء من كيان الإنسان يعني. نعم، ولكن حتى ولو غاروا لم يكن أحدهم يأتي إلي ليقول لي أن ما كتبت هذا جيد أو هذا رديء أو كذا، لم يأتوا إلي. نعم، كانت الغيرة هي بمثابة الحافز للمنافسة والتنافس. نعم. نعم، طيب برضو ماذا بقي داخلك من ذكريات لحي العرب؟ أنا عاوزك ترجع لورا شوية وتتذكر لي الفترة الطويلة اللي عشتها أنت في حي العرب. فترة طويلة من عمري، وقد رحلنا من حي العرب إلى مدينة الثورة. نعم، الحارة الرابعة. ومن مدينة الثورة الحارة الرابعة إلى الحارة 1918، ومن الحارة 1918 إلى الحارة 55 مدينة المهدية. ماذا تذكر؟ يعني أدينا نبذة بسيطة عن فترة حياتك في حي العرب، وماذا بقيت داخلك من ذكريات تجاه هذه المنطقة والتي كانت غنية بالفن وبالأدب؟ والله كان من ضمن فنانيها إبراهيم عوض، وكان السبيل إليه ميسور، والأستاذ سيف الدين مصطفى الدسوقي، والسبيل إليه ميسور، والأستاذ عبد الرحمن الريح، وكنت أواصله وأسهو إليه. نعم، مواقف وذكريات لمنطقة حي العرب. أيوة، ماذا تذكر؟ يعني حي العرب، أنت ولدت في حي العرب مش كده؟ نعم. كانت الأسرة موجودة هناك في حي العرب. نعم. نعم، يعني ليه حي العرب بالذات أخرجت هذا الكم من الشعراء والفنانين؟ ما هي الأسباب؟ والله هذا سر يعلمه الله، لكن أغلب الفنانين في حي العرب كانوا من الشعراء والفنانين. إبراهيم عوض و الجابري، احمد الجابري، مرغني المامون، مرغني المامون، واحمد حسن جمعه. نعم. ايوه. اذا
هذه الفترة هي موجودة في الذاكرة ولن تستطيع أن تنساها، لأنها مفعمة بالأدب وبالشعر وبالفن الراقي والفن الأصيل. حقيقة إن طلبنا منك الآن أن تبعث برسالة، لمن توجه هذه الرسالة؟ والله أوجهها للأستاذ سيف الدين الدسوقي. ماذا تقول له؟ أقول له أرجو أن تكون الخير على خير، وأن تكون مواصلا إنتاجك الفني والأدبي، وأن أغنياتك في طريقها إلى الظهور ولم تبخل بها على الفنانين. نعم، وإن قلنا لك ابعث برسالة لصلاح مصطفى وقد شكلت معه الثنائية، هو تغنى لك الأستاذ صلاح مصطفى بكم من أشعارك الجميلة؟ ما أقل من 7 أو 8 قصائد، ولكنه ذهب إلى مصر وقام بتسجيل بعض الأغاني بمبلغ 3,300,000 جنيه. هذا المبلغ لا يصلني إلى اليوم ولا أدري لماذا. انقطع الاتصال بينك وبينه؟ نعم نعم، نحن من هنا نريد أن نحيي الهرم والفنان الكبير صلاح مصطفى، وقد قدم للفن السوداني الكثير والكثير جدا، ولعل ظروف الحياة ومشاكلها ومشاغلها هي التي تحول بين الناس، ولكن ما داخل القلوب هو المودة والتقدير والاحترام المتبادل. نعم. هل تتابع الشعر الحديث سواء كان الشعر العربي أو الشعر السوداني؟ أي ما يعني ما لا أقرأ، أنا أعمى لا أبصر. نعم، ولكن تسمع في الماضي تسمع. أقرأ. نعم، ولكن تسمع عبر التلفاز وعبر الإذاعة. أي نعم، ما هو تقييمك للشعر السوداني في الفترة الأخيرة؟ الشعر السوداني في القمة. نعم، بالنسبة لكل الأشعار التي وردت في العالم. نعم، ولكن ظهرت بعض الأغنيات أو الأغاني الشبابية هابطة. يعني الهابطة. أيوة. إلى ماذا تعزي هذا النوع من الشعر؟ والله يعزيه إلى المحكمين الذين يتيحون الفرصة لهذه الأغاني الهابطة أن يتم تسجيلها وتنشر. نعم. طيب أستاذ محجوب سراج، لو سألناك على خبر سعيد في حياتك، يعني سر تكشف لنا لأول مرة، ماذا هو هذا الخبر؟ والله كل الأخبار التي أنا أعيش فيها في سعادة، ولكن أسعد الأخبار هو الخبر الذي أتوقعه أن تصلني مساعدة أو دعم من الحكومة. نعم. لأذهب لعلاج عيوني بالغصر العيني بمصر. نحن إن شاء الله في قناة أم درمان وفي برنامج نادي الاعترافات سنأخذ هذه الرسالة مأخذ الجد ونتعامل معها، وسنقوم بالاتصالات اللازمة كي نرد لك جزءا من الجميل الذي قدمته للشعر وللأدب وللأغنية السودانية. شكرا جزيلا. بإذن الله تعالى. طيب، خبر كان مؤثرا جدا وحزينا في حياتك. هو عندما فقدت ابني بنتي رحاو وابني ضياء الدين. الأول مات بمرض الصدر ورحاب غرقت في البحر. لهم الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاك، لأن إذا أحب الله عبدا ابتلاه. أنا يا أستاذي الجليل يعني في غاية السعادة أن تكون معنا أنت اليوم لكي نكتر الذكريات الجميلة، وكي نغلب أوراق الشعر في الزمن الجميل. أنا واثق أن هذا اللقاء سيكون له ما بعده، وأن المشاهد الكريم والذي هو سيدنا نحن جميعا ونحن خدام لشعب السودان، أنا متأكد أن المشاهد الكريم بعد هذه الحلقة سيخلد إلى نومة عميقة هنيئة متذكرا الزمن الجميل، ولكنه سيستيقظ في اليوم التالي ولسان حاله هو أبيات حسن عوض أبو العلا، رائعته التي تغنى بها السيد خليفة: أمسي مضى بين التحسر والأنين، ووسادتي بللتها بالدمع والدمع السخين،
ومع تباشير الصباح وسمة الفجر الأمين غنيت مثل الطير فرحا في رياض العاشق. العاشقين. أستاذي أنا أجلك وأحبك وأحترمك وأقدر لك ما قدمته للشعر والفن السوداني. نحن يعني في نهاية هذا البرنامج نشكرك شكرا جزيلا. أمضى الله في أيامك ومتعك بالصحة والعافية. أنا مقدر جدا لتكبدك المشاق ووصولك لنا هنا كي تقدم لنا هذه الدرر الناصعة والتي ستظل محفورة في وجدان السودانيين. كلمة أخيرة لك أستاذ محجوب سراج. والله أنا لا أقول كلمة لكن أقول لك قصيدة. نعم. القصيدة هي أتمنى أسعد في الحياة أصل شغاف الناس وهم أصوات تقول لي عيش هواك وأصوات جردعني الألم أردت لحب الحياة عز غنى وجم النغم وسبحت ضد الموج سنين في الوجود بعد العدم موج المظالم والعذاب لا قانز ويطير الرخم أحمل أحبائي وعناي فوق الجبال أعلى الغمم أسمع نداء صوت الحبيب يدعوني ليسير السلم أزداد عصاتل في اليمين لما أحس أنا بالألم وأصبر على ألمي وشقاي عدل الإله عندي العشم والسام وأكتر بكثير لا خفت يوم لا شلت هم يا دفق من نبع القلوب يا دنيا أهل من وهم لازمني من يوم الفراق وصني لي شجرة كرم اسم الصبر ظل النبي غصمت بينون والقلم يا حب عميق عمق الوجود جنبك بحس أنا محترم جنبك بحس أنا محترم. يا سلام. أشكرك جزيل الشكر يا أستاذي العظيم. المشاهدون الكرام، الشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفز بين الناس إنسان رحمن. كنت عايش في سعادة وقلبي فرحان بحبيبه يا ما شمت الناس عليه لما حاول يوم يسيبه كنت عايش في سعادة وقلبي فرحان بحبيبه يا ما شمت الناس عليه لما حاول يوم يسيبه الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه وقلبي رضيان بنصيبه.